بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم حبيت نشارك في القناة تاعي رخصة السياقة. الحمد لله رب العالمين اللي لحقني ربي وحققت الحلم تاعي وديت رخصة السياقة، وكنت أنا أول دفعة اللي أعطونا رخصة السياقة بيومتري بهذا الشكل، هذا الحجم الصغير. كانوا وقت فات كي عقب واحد البيرمي يعطيوا له رخصة السياقة اللون تاعها أزرق، يمشي بها مدة عام، وبعد عام يعطيوا له رخصة السياقة اللون تاعها وردي. دركا لا، دركا اللي يدير رخصة السياقة ويربح رخصة السياقة يعطيوا له هذا الشكل هذا الجديد. الحجم تاعها كيما حجم بطاقة التعريف الوطنية البيومتري، الحجم تاعها كيما بطاقة الشفاء. بالنسبة لي أنا رخصة السياقة كانت حلم كبير، يعني ما كنتش، كان حلم هكذا متمنية نحقق الحلم هذا، لكن كنت نشوف فيه حلم مستحيل بزاف بزاف. كنت نقول مع الظروف تاعي ومع أولادي ومع المعيشة وهذه ما نلحقش يعني به ندير البيرمي، لكن كي عود ربي مكتب الحاجة رايحة تكون سهلة. نهار اللي كتب ربي وكتب لي انه ندير البيرمي جات كلش سهل، ورزقني ربي بواحد يدير تعليم السياقة فيه رحمة ربي قبل اني نمد له المبلغ المالي على دفعات. والحمد لله رب العالمين ربحت الكود وربحت الكرينو والكاراج وربحت السيركوي وديت البيرمي تاعي. البيرمي هذا وقتها عطاوه لي. البيرمي تاعي كما راكم تشوفوا التاريخ تاعو هو 17 فيفري 2020. الحمد لله رب العالمين. العقوبة إن شاء الله الحويج واحدة أخرى، العقوبة إن شاء الله للطوموبيل وعليه لا. أنا بالنسبة لي رخصة السياقة كانت حلم بعيد وتحقق الحلم هذا. صافي ما كانش حاجة مستحيلة في الحياة، المهم يكون الإنسان هذا متفائل وعنده إرادة ويسعى باش يحقق الحلم تاعو. هذا ما كان الحاجة اللي صارت لي في البيرمي هذا وشني هو يعني اللي تبقى في الذاكرة تاعي، انه انا نهار رحت ندير الدوسي تاع البيرمي كي رحت نصور رحت يعني مكان مكان، لا مكياج، الخمار ما على باليش كيفاه مدايرتو، وحالتي حاله تاع وحده مديقوتيا هكذا. قلت انا يعني مش مهم يعني نعدل كيما نقولوا احنا الشكل تاعي في الفوطو تاع البيرمي، ودفعت الدوسي وكلش ما يلزم. النهار اللي ربحت البيرمي وقال لي الانجينيور بلي مبروك عليك راكي ربحتي، روحت قعدت الحاجه اللي نخمم فيها. قلت انا دوك نهار نهز البيرمي تاعي دوك الفوطو ماهيش مليح، سما درت واحد الفوطو هكذا كشغل متغشى كشغل واحد الشكل هكذا ما عجبتنيش. قلت دوك نهار ندير نهز البيرمي تاعي الفوطو اللي فيه ماهيش مليح، كنت شويه مقلقه وحكمتها في قلبي. نهار اللي خرج البيرمي هذا بالذات تاع هذا اللي تعلمت عنده السياقه اعطاني واحد الريسيبيسي هكذا رخصه سياقه مؤقته ورقه بيضاء، ودار لي فيها فوطو كيما اللي درتها في الدوسي، والفوطو ما عجبتنيش طول. نهار اللي رحت نجيب هذا البيرمي بالذات هذا، نهار جاتني الميساج في التليفون تاعي وقالوا لي بلي البيرمي تاعك هو واجد روحي هزيه من البلدية. الوقت اللي رحت تفاجأت انه الفوطو اللي داروها لي في هذا البيرمي تاعي ما داروا ليش الفوطو اللي درتها في الدوسي تاع البيرمي، وانما راحوا داروا لي الفوطو اللي درتها في بطاقة التعريف الوطنية وبيومتري،
وتفاجأت انه نهار اللي هزيت البيرمي هذا كانت عندي واحد الفرحه في قلبي ما يتخيلهاش العقل طول. فرحت انه كانت الفوتو اللي داروها لي في البيرمي هي الفوتو تاع بطاقه التعريف الوطنيه، وكانت الفوتو مليحه، وقعدت نقول الحمد لله يا ربي اللي ما داروليش الفوتو اللي درتها في الدوسي تاع البيرمي. يعني الفرحه كانت زوج، الفرحه بالبيرمي والفرحه بالفوتو اللي داروها لي. قلت الحمد لله يا ربي الحمد لله اللي كمل لي الفرحه تاعي. هذه هي نقول برك اللي عنده حاجه في قلبه والله عنده حلم ما يفشلش ويقول هذه الحاجه مستحيله، لانه ما كانش حاجه مستحيله. والدليل انا رغم الظروف تاعي اللي راهي صعيبه، ورغم المسؤوليه، ورغم الاولاد، ورغم الدار، ومع ذلك حققت الحلم تاعي تاع البيرمي. العقوبة إن شاء الله للطوموبيل، ربي لحقني لها ونديرها كي هذه الساعة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.